بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المحطة الثانية، حكم الماء الطهور يتغير بسبب مخالطة شيء طاهر. مع الدرس السادس، حكم الماء الطهور يتغير بسبب مخالطة ما يوافق الماء في صفة الطهورية. معنى عنده حتى هو صفة طهورية وتخلط مع الماء. بحالاش الماء الطهور يتغير بسبب مخالطة ما يوافق الماء في الصفتين ديالو، الطهارة والطهورية، مع التراب. فلهذا التراب حتى هو شيء طهور، طهور وفيه الطهارة ويطهر. حكمه أنه طهور. إذا تغير الماء مع التراب فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. علاش؟ لأن التراب طاهر مطهر بحال الماء. فتخيل تخلط طاهر مطهر مع طاهر مطهر. فلهذا لا فرق في ذلك بين وقوع التراب عن قصد أو عن غير قصد، فتعتبر هذاك الماء وإن تغير فهو طهور، لأن مغيره هو له صفة المغير اللي هو الماء. فالماء طهور مطهر والتراب طهور كذلك، فتيبقى الماء العموم ديالو طهور، يجوز الاغتسال به، يجوز التوضؤ به، يجوز إزالة النجس به عن البدن وعن الثوب وعن المكان. والسلام عليكم ورحمة الله.